أصحاب النبي صلى الله عليه وآله كانوا في الحرب، في عز الحرب يفرون من القتال كما قالت الزهراء سلام الله عليها، وتفرون من القتال وتنكصون عند النزال. والله في القرآن يقول ثم وليتم مدبرين، هذا نص بالقرآن الكريم. إذن الأصحاب كانوا يشردون يتركون النبي، يوم أحد تركوه، يوم حنين تركوه، باستثناء أمير المؤمنين علي سلام الله عليه كان يدافع ويحامي عن النبي. الآن في كربلاء أصحاب الحسين، أقول هم أيضا أصحاب النبي، أصحاب الحسين، ليس فقط لم يفروا، وإنما الحسين ليلة العاشر التفت إليهم قال هذا الليل أنتم في حل مني، هذا الليل قد غشيكم يا شباب، اسمعوا، هذا الليل قد غشيكم فاتخذوه جملا لكم، ها اتخذوه جملا لكم. وإذا بهم يقفون، مسلم ابن عوسجة يقول سيدي وماذا نقول لجدك رسول الله، وماذا نقول لأبيك أمير المؤمنين، أبو علي أبو السجاد، يا ليت عندي ألف روح وألف نفس وتقتل وتحرق من أجل تراب رجليك، أنا أتركك وأقف بساحة المحشر وأشوف أمك فاطمة الزهراء هناك تلتقط شيعتها كما يلتقط الطير الحب الجيد من الحب الرديء. يقول له هذا الكلام، ها يأتي برير ابن خضير، يقف برير يقول سيدي أنا أتركك، أكلتني السباع حيا إن تركتك. اسمع اسمع شوف العبارة. فكلهم التزموا، الإمام الحسين خارج الخيمة ليلة عاشوراء، هاي خاصة لزينب أعطيك إياها واسمع، خارج الخيمة برير يقول أنا خرجت خلف الحسين خايف علي بالليل، هذه جيوش ناس ما يخافون من الله، 100,000 أو أكثر جايين، الحسين ما عنده خارج الخيمة بالليل طالع، يقول أنا تبعته، الحسين ناداني قال برير، قلت فداك برير يا سيدي. الحسين قال برير لماذا خرجت، ما أنت بالخيمة حبيبي ليش طلعت، قلت والله سيدي رأيتك تمشي وحدك وأنا خايف عليك، ما الذي تصنع؟ يقول رأيته يقتطع الشوك وحسك السعدان بسيفه حول المخيم، اتعجبت قلت له سيدي أنا أساعدك، هذا الشوك شوك موجود على الأرض بكربلة. قال يا برير غداتا غد بكرة غدا يوم عاشوراء الأطفال راح يفرون من الخيام، فهذا الشوك يدخل بأصابعهم برجليهم، أنا حبيت أنظف لهم الطريق حتى ما يتألمون. الله أكبر، لك الله يا حسين، لك الله سيدي أبا عبد الله، روحي لك الفداء. شوف المصيبة الكبرى، يقول فالتفت إلي قال لي الآن هذا الليل أنت في حل مني يا برير، فقلت له سيدي أكلتني السباع حيا إن تركتك، أنا أتركك أبو علي وين أروح، أنت طريقنا إلى الله، أنت باب الله، أنت سفينة النجاة، أنت مصباح الهدى يا أبا عبد الله. يقول الشكر من الحسين ودعالي، أنا رحت حتى أتمشى رأيت الإمام الحسين دخل عند أخته زينب في خيمتها يدخل يسلم عليها، أشو أسمع زينب تسأل الحسين، برير يقول تقول له أخي أبا عبد الله استخبرت أصحابك نياتهم، امتحنتهم أبو علي، أخشى عليك أن يسلموك عند الوثبة واصطكاك الأسنة. يقول برير أسمع الحسين سلام الله عليه يخاطب زينب يقول لها أخي زينب بلوتهم فما وجدت فيهم إلا الأشوس الأقعس، يقولها أنا امتحنت أصحابي شفتهم كلهم أبطال يتلذذون يستعذبون بالمنية، استعذاب الطفل بمحالب أمه من دوني. برير يقول عجيب، إذن إلى الآن السيدة زينب تريد تطمئن من عندنا. يقول جئت أركض إلى خيمة حبيب بن مظاهر اللي يسمعنا هنا، دخلت وإذا حبيب بن مظاهر يسأل أصحابه يقول لهم غداة غد
تدعون إلى القتال، تتقدمون أنتم على بني هاشم أم تدعون الهاشميين يتقدمونكم؟ العباس أقبل إليه وإذا حبيب يقول له سيدي أبا الفضل عد ببني هاشم لا سهرت عيونكم، إحنا خدامكم موجودين الآن. برير يقول قلت لحبيب حبيب إذا عندك كلام اذهب إلى خيمة السيدة زينب، السيدة زينب تريد تطمئن من عدنا تشوف موقف. يقول وقف حبيب صاح يا أبطال الصفا يا فرسان الهيجة، خرج هؤلاء من مضاربهم كالليوث الضراري مثل الأسود، طلعوا جاء بهم حبيب يزحف بهم زحفة. الرواية ينقلها برير وينقلها الإمام السجاد عنه، يقول جاء بهم